السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير لكم واحد الوصفه لتسمين الوجه، هو نفخ الخدود. دونك نبداو على بركه. ها هي الحلوه الخميره، اي مارك ايديال ولا الزا ولا اي مارك، ولا ميم هذيك الخميره اللي كديرها في الماء وكتذوب، اختير سميتها خميره الحلوه، ما سميتهاش خميره الوجه، ما سميتهاش خميره الاسنان. راه اكرر واعيد، راه الخميره راه ما مزياناش للوجه، راه سميتها خميره الحلوه، ما سميتهاش خميره الوجه. داكو، دونك اللي الله يجازيكم بخير، راه الخميره اون جينيرال، خميره الحلوه او الخميره هذيك اللي كتكشكش اللي كدير في الماء، راه ما مزياناش للوجه. داكو، اليوم جيت ندير لكم وصفه طبيعيه بالحلبه. الحلبه راه مزيانه. دونك كاينين جوج وصفات بالحلبه، سواء اختي غادي تاكليها هكا ياك وتشربي معها الماء في الصباح وبالليل، تاخدي شويه وتشربيها مع الماء بالصباح وبالليل، او بو ديال اون سيمين، من بعد اسبوع غادي يبان لك الفرق، يبان لك بان وجهك ديجا بدا كيصفى. هادي حاجة، وبديتي كتغلاضي، الوصفة راه مزيانة إلا بغيتي تغلاضي وبغيتي ترتاحي، فهمتي؟ سينو غادي تشدي هادي الحلبة، غادي تطحنيها، أنا ما عنديش مطحونة، غادي تطحنيها وديري معاها هذا ديري معاها ماء الورد وتأبليكيها في وجهك باش يسمان ويتنفخ، و أو ميم طون تاكلي الحلبة. علاش؟ لأنك باش تنفخي وجهك هذاك الشيء كيجي مع التغذيه، خاص تكون عندك تغذيه صحيه وتاكلي مزيان. الا بغيتي تغلاضي اختي خاصك تاكلي مثلا لي بات بالليل، تاكلي اي حاجه اللي كتغلط بالليل، حيت الا غلاضيتي راه كتغلاضي كلك، ما كتغلاضيش غير من وجهك ولا من حناكك، فهمتي؟ راه الجسم ديالك كله كيغلاض، يعني الا بغيتي تسمني وجهك خاصك تخشي في وجهك. داكو، دونك خاصك تاكلي مزيان باش تغلاضي كامله ويوليو عندك الحنيكات ويغلاض لك وجهك. الحلبه اختي راه طبيعيه ومزيانه، دونك كما قلت يا كتشربيها كتاخديها في الصباح وبالليل مع كاس الماء، سينو كتشديها كطحنيها وكديريها مع ماء الورد او هذا الزيت. مثلا انا عندي درته هو زيت الورد بارغان، هذا كنت خديته من قلعه مكونه، كنشدو كتولي بحال اون بات وكان ابليكيها على وجهي، كنخليها واحد المده وكان كنمسحها، فريمون كترد الوجه غزال 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 وكتبيضو. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم، اللي عندها شي سؤال او استفسار تخلي لي كومونتير لتحت وغادي نحاول نجاوبها في اقرب وقت. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو الى عجبكم وتبارطاجيوه مع صحابكم وصحاباتكم وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.